أكثر الناس يشكون من ضيق أرزاقهم، لا لأنها لا تكفيه، بل لأنه يطمع بأكثر، ومهما أعطي الإنسان فإنه لا يشبع ولا يقنع. لو كان بالحديث، لو كان لابن آدم اللي أحفظه واديان من ذهب أو واد من ذهب لابتغى له ثانيا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. الرسول بعدين يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.